بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور احمد عبد الخالق عبد الرازق، استاذ ورئيس قسم الاشعه بكليه الطب جامعه المنصوره، في المؤتمر بتاع البان عرب العاشر قمت بعرض محاضره عن دور الفحص الرنين المغناطيسي بالوظيفي في تشخيص اورام الراس والرقبه. اورام الراس والرقبه دي من الاورام اللي هي الكومن، اللي هي بتمثل حوالي سادس ورم خبيث على مستوى الاورام الكليه في جميع انحاء الجسم. والرنين المغناطيسي بيبقى فيه طريقتين، في الرنين المغناطيسي العادي وفي الرنين المغناطيسي الوظيفي. الرنين المغناطيسي العادي ده بيساعد في تشخيص بعض الاورام، لكن ما يقدرش يحدد نوعها اذا كان حميد او خبيث، فابتدى فيه وظائف جديده عشان تقدر تستخدم في تحديد نوع ايه الورم ديت، يا اما بطريقه بالانتشار او ان هو بيشوف كميه الميتابولايت اللي موجوده او كميه الدم اللي واصل له، ودي بتقدر تساعد بين الاورام الحميده والخبيثه. الاورام الخبيثه غالبا بتبقى بنقدر نفرق بين الاورام الحميده او الخبيثه بين الرنين المغناطيسي الوظيفي. الاورام الخبيثه غالبا بيبقى فيها كميه الدم اللي واصله ليها بيبقى هايلي فاسكولار تيومر، بتبقى كميه الدم اللي واصله فيها عاليه مقارنة بالأورام الحميدة. والحاجة الثانية، الأورام الخبيثة غالبا بيبقى فيها كمية الخلايا فيها أكتر، فبتدي أرقام مختلفة عن الأورام الحميدة. دي نقطة. النقطة الثانية كمان بتهمنا في الناس اللي هم عندهم بعد ما بياخدوا العلاج، هل العلاج ده المريض بيستجيب للعلاج أو ما بيستجيبش للعلاج. حسب نوع الأشعة دي بتقدر تحدد إذا كان ده ريسبوندر أو نون ريسبوندر للعلاج. الحاجة اللي بعد كده، ساعات الورم بيكون لوكاليز في منطقة معينة في الرأس والرقبة، ساعات بيبقى انتشار للغدد الليمفاوية، فيقدر يحدد إذا كان في الغدد الليمفاوية ده فيها انتشار أو ما فيش فيها انتشار. الحاجة اللي بعد كده إن ممكن بتبقى مسح على مستوى إيه الجسم كله، بحيث يقدر يشوف إذا كان في انتشار بره الجسم ولا لأ. ده بالنسبة للورم الرئيسي. في أورام تانية بتأثر على الغدد زي أورام الغدة الدرقية وأورام الغدة اللعابية، ودي بيبقى لها دور جامد قوي بالذات في اورام الغده اللعابيه عشان يقدر يحدد الورم ده حميد او خبيث. لكن اورام الغده الدرقيه غالبا بنعتمد فيها على الموجات الصوتيه، ويبقى ده لدور ضعيف. شكرا.